أهلاً أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم لنتعلم مع مريم. موضوعنا لهذا اليوم هو علامات المنع، وللتعرف على تفاصيل هذه العلامات تابعوا معنا هذه الحلقة. قبل أن نبدأ فقرة كويز، يسرني أن أرحب بضيفي الحلقة رانيا ويانيس. أهلاً بكما. شكراً لك. هل أنتما مستعدان؟ نعم. هيا إذن لنبدأ. وأول سؤال في هذه الفقرة يقول: ماذا تعني العلامة المعروضة أمامكم على الشاشة؟ 1- اتجاه ممنوع على جميع العربات. 2- اتجاه يسمح بمرور جميع العربات. إجابتك يانيس؟ اتجاه ممنوع على جميع العربات. ما هي إجابتك رانيا؟ الجواب الثاني. أحسنت يا يانيس، إجابتك صحيحة. أما الآن سنمر إلى السؤال الثاني والأخير. والسؤال الثاني يقول: حدد علامة المنع من بين العلامات التالية. إجابتك يانيس؟ لن أتعرف على العلامة. ما هي إجابتك رانيا؟ العلامة الأولى على اليمين. نعم أحسنت رانيا، العلامة الحمراء التي تتوسطها دائرة بيضاء هي التي تشير إلى علامة المنع. أما الآن فسننتقل إلى فقرة أين المخالفة؟ ابقوا معنا. في فقرة أين المخالفة؟ عليكم التعرف على المخالفة التي ستظهر في المقطع التالي لنشاهد. شاهدنا الفيديو، ما هي المخالفة في نظرك يانيس؟ السائق لم يحترم العلامة. ما هي إجابتك رانيا؟ لم أتعرف على المخالفة. نعم إجابتك صحيحة يانيس، المخالفة هي أن السائق لم يحترم علامة المنع التي تشير إلى أن المرور ممنوع في ذلك الاتجاه. سنعود لنشاهد الفيديو، لكن هذه المرة سيقدم لنا السلوك السليم المفترض من سائق السيارة لنتابع. أحسنتما يا أصدقائي، يجب على سائق السيارة أن يغير مساره عندما يصادف علامة المنع التي تشير إلى أن المرور ممنوع من ذلك الاتجاه. في فقرة فائدة اليوم سنتكلم عن علامات المنع، وهي إشارات عمودية على شكل أقراص بيضاء محاطة بشريط أحمر، وتشير إلى منع المرور أو القيام بمناورة معينة أو إلى قواعد مرورية خاصة. ومن بين هذه العلامات علامة اتجاه ممنوع على جميع العربات التي تخبر السائق بمنع المرور في اتجاه العلامة، حفاظا على سلامته وعلى سلامة باقي مستعملي الطريق. قبل أن أودعكم، أود أن أشكر صديقي على مشاركتهما معنا في هذه الحلقة. شكراً مريم. أما أنتم مشاهدينا فكونوا دائماً على حذر. في أمان الله.